نسمع له اقوى اقوى تحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. كيف الحال؟ رحم الله الشهيد مياس ورحم الله كل شهدائنا اجمعين. من معه صحة ينزلها. أذكر في رمضان الماضي، قبل رمضان الماضي، كنا نقول هيا تماما نجلس على رمضان العام الماضي، نقول نجلس على رمضان بس مصدقين. واليوم جاء رمضان الثاني واحنا جالسين ثابتين. ما دام في شعب يثبت هذه الفترة، ألا يستحق أن يعيش حياة كريمة؟ والله أنا يستحق العيش الكريم. شهيدنا مياس، جلسوا. شهيدنا مياس، تخيلوا الآن اليوم نخلد ذكرى. تخيلوا لو يعني مات على واحد وقدم روحه من أجل شخص أو من أجل فرد، هل الناس هيخلدوا ذكرى؟ أبدا. هذا قدم روحه من أجل وطن، والوطن لن يبخل على أبنائه، سيذكرهم التاريخ وسيكون لنا مصابيح نهتدي بها. علي صالح اليوم فينه؟ ما عم نذكره الا قريح محول كهرباء. نذكر علي صالح، ناس يذكروه بخير، ناس يذكروه مع الله فلان، وهذا قريح محول الله ينتقمه. ما عم نذكره الا بمحول ولا لا قرحه ولا قطع في ذي شارع. ايش من خاتمه سيئه هذه؟ أضم لكم البلاد إلى خير، ولن يكون القادم أسوأ مما كان. صبرنا الكثير، إحنا الآن عندما أحياناً واحد يبني يخسر مبالغ وهو بس بيأسس، يحفر في التراب وكذا، وقد بيرفع يعني قامة وكذا، ويخسر ويدفن ويحجر وكذا، ويحس والناس ما يقدر له حاجة، عاد مقاس التراب بس هو الأساس. ثبوتكم بهذه الساحات هو لتأسيس دولة حقيقية، لبناء صح بعدين نقدر نبني. أما إذا تبني وما فيش أساس، أضرب سيل ولا يجي موتر بس كبير هز لك الأطياف وما قاعد. إحنا لا، الآن نبني صح، بس يتحرك عبد ربه هذا الله يحفظه، يتحرك شوية يبطل. إحنا قولوا له رشحنا عبد ربه منصور هادي، مش هادي ولا حركة، اشتي هادي، نشتي قرارات، نشتي. بعضهم بيقولوا هذا رئيس توافقي، ما فيش حاجة اسمها رئيس توافقي، في مرشح توافقي، الناس يتوافقوا على مرشح، يطلع خلاص أصبح رئيس دولة ملتزم بالدستور والقانون، أصبح صاحب قرار، ما عاد فيش رئيس توافقي أبدا، ما فيش حاجة مصطلح اسمها رئيس توافقي، في مرشح توافقي فقط. هذا مرشح اليمن الآن، وأصبح رئيس ومسؤول على كل شيء. وكما قال الاخ مالك بن شعبان انه والله قطعوا، يقولون لنا من قطع الكهرباء، يبينون لنا من المتسبب. اما ونحن كنا نجلس على سقف المرحوم، اي مكنونا واحد بالخطه، ونحن يعني بالله عليكم جيش نصرف عليها الملايين، و 40% من ميزانيه الجيش، ميزانيه الدوله للجيش، وكذا وفول وشاي، ما قدرش يحملوا لنا محول كهرباء. لماذا؟ لأنه أصبح جيش ينتبه للأفراد. هذه مهمة الجيش الحقيقية، مش يلحق المظاهرين الشوارع يقول لك هذا جيش. الجيش يحمي مصالح الدولة والبلد، فلازم عبد ربه نرسل يعني رسالة أنه لازم يتحرك. أنا أتوقع بيني وبينكم، أنا أتوقع أن عبد ربه لابس فانيلا قديمة مكتوب فيها عبد ربه منصور نائب رئيس الجمهورية، يبكر الصبح يشوف المراية وانه نائب رئيس الجمهورية يشوف الفانيلة، فلازم يوجد لنا حل، يا يعني نكسر المراية ونشتري الفانيلة. لازم يتحرك،
ولا يمكن يعني الذي قلع واحد عرقه 33 سنة يقلع واحد اللي عرقه 6 أشهر. لا الطغاة الآن لا يأمنوش مكر الشعوب. نريد أفعال لا نريد أقوى. احنا شبعنا تصفيق من اليوم، لا تصفق لا للأفعال، لا نصفق الأقوى. كهرباء نووية صفقنا، كهرباء سكك حديد صفقنا، لا نصفق، ما نصفق إلا في أقوى وفي أفعال. أما الرامز قد شبعنا هدره. لا أضل عليكم، فالآن فقرت كثيرة والجماعة مش حلو ينتفون إلى نازل. نتمنى لبلدنا الخير واضمأنوا، ولن يصلح حال البلد هذا إلا إذا صبرنا وصمدنا وتأكدوا. ما دام في هذا البلد ناس من أمثالكم فاليمن بخير إن شاء الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبلغكم الله شهر رمضان بالخير والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.